وأسفاه. إن دعينا الليلة بعد أن صلينا الجنازة واستمعنا إلى هذه التلاوة الرائعة التي تأخذ بالقلوب وأسفاه، إن دعينا الليلة إلى التوبة وما أجبنا. ماذا لو علمت أن أبا بكر رضي الله عنه يحبك؟ ماذا لو قلت لك رسول الله يحبك؟ استجمع قلبك، استجمع قلبك معي. ماذا لو قلت لك إن الله مالك الملك وملك الملوك يحبك؟ والله إنها لعبارة تخلع القلب. نعم، الله يحبك أيها التائب، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولو علمت فضائل التوبة والله ما فارقت منزلتها إلى أن تلقى الله. فمن أعظم فضائلها أنها سبب لمحبة الله لك. هل تدبرت ما قلت؟ أقول التوبة من أعظم فضائلها أنها سبب لمحبة الله لك. هل لمست هذه الجملة قلبك؟ ماذا لو قلت لك الليلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبك؟ ماذا لو قلت لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبك؟ ماذا لو عرفت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك؟ ماذا لو علمت أن أبا بكر رضي الله عنه يحبك؟ ماذا لو قلت لك رسول الله يحبك؟ استجمع قلبك، استجمع قلبك معي. ماذا لو قلت لك إن الله مالك الملك وملك الملوك يحبك؟ والله إنها لعبارة تخلع القلب. نعم، الله يحبك أيها التائب، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا تتصور أن رب العالمين أمر المذنبين بالتوبة فحسب، بل أمر المؤمنين بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم لا تخزنا يا رب العالمين مع النبي والذين آمنوا معه. التوبة، التوبة سبب لمحبة الله لك، فلا تفارق منزلة التوبة إلى أن تلقى ربك، إلى أن يقال لك وأنت على فراش الموت: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. لا تفارق منزلة التوبة حتى هذه اللحظة. فمن أعظم فضائلها أنها سبب لنور قلبك ومحو أثر ذنبك. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، أي أصبح كالمرآة النظيفة الطاهرة اللامعة، فإن عاد عادت وإن زاد زادت. فذلك الران، اقرأوا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما إن كنت تسألني عن حياتك السعيدة الطيبة في الدنيا فوالله لن تحصلها إلا بالتوبة. ألا تقرأ معي قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا.
ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته، ما لكم لا تجلون الله وتعظمونه حق جلاله وعظمته، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأسفاه إن دعينا الليلة بعد أن صلينا الجنازة واستمعنا إلى هذه التلاوة الرائعة التي تأخذ بالقلوب، وأسفاه إن دعينا الليلة إلى التوبة وما أجبنا، وحسرتاه إن ذكرنا الليلة بكلام ربنا وكلام نبينا ورأينا الموت أمام أعيننا وما أنبنا.